منين كنت هنا يا سيدي كان جمعت عليه التراب، وهما عارفين القبر راه كاين هنايا. جمع كان دايز واحد الاخ وكان مشى شويه مشى ما كانش هادشي هذا. لا الحمد لله. وقلت لواحد جمع سميتو عليه، جمع لي عليه التراب وعطيته شي بركه ومشيت. ها واخا باش نخلص الشكايه. سمعوا لك الناس الامن؟ الحمد لله، لا لا الامن سمعوا لي ودرت شكايه الاولى. درت ني جيت غير ما كانش مبني الله وعلم ما خلينا هذا هنايا. المهم جمعت عليه التراب وجمعت عليه التراب من دوك الناس اللي تيحفروا التراب هنا، اللي تيحفروا القبور. ومشيت بعد سيدي، جيت كان الكوفيد الى اخره. جيت في اكتوبر، العام اللي داز في 2000. صافي دونك جيت في اكتوبر العام 2000. لا ايه اكتوبر لا 2000. جيت في اكتوبر ديال 2000. كذلك ما لقيتش الحجر، جمعت عليه الحجر، قلبت عليه الحجر. كل مره هما تيهزوا الحجر وتاني لقاش ما تيجيبوش الحجر. ما كاينش شي كاميو ديال الحجر هنا محطوط باش اللي جاو يدفنوا شي واحد يديروا التراب يديروا له. منين عاوتاني جيت لقيته هذا، جمعت هنا كان معايا واحد الولد، ولدي من الولاد حتى هو برا. دزنا نهار 24/7 عيدنا ومشى. 24/7 جمعنا عليه الحجر، لقطنا الحجر من البعيد، ماشي زعما راه ما كان والو، لقطنا الحجر من البعيد ومشينا في حالاتنا. انا جاب الله نهار 27 رجعت سافرت وجيت حتى فين سافرتي؟ سافرت لفرنسا، مشيت حتى لحقاش انا مقيم في فرنسا. سافرت وجيت نهار 14/8. كانت واحد البنيه معيده معنا هنا كذلك حتى هي من لهيه، كانت معيده معنا نهار 18 غادي تمشي. نهار 16 نهار جدودي، لحقاش كاين جدوده وكاين جده من امها وامي وبا. منين دزنا حنا لحقنا لهيه وانا تنشوف الناس مجموعين هنا. قلت لها قعدي بعد زرت امي لهيه ودزنا لهيه من لهيه شفتهم مجموعين هنا. قلت لها رسا قعدي رسا، عرفت بلا كاين شي حاجه. جيت لقيتهم تيدفنوا، بقيت تنغوت كذا كذا كذا. وقع لي هذاك مول اللي تيحفر وتيدفن، هذا راه غيحمق، هذا راه ما كذا، هذا راه ما فهم شيء، ما عقل شيء، لا قبر باك العيله لا كذا كذا. بقى هو تيوريني الناس عاوتاني، دوك الناس مالي الموتى بقاو قال لك لا على الحال كذا كذا. خليته ومشيت، مشيت لعند الباشا، سعادة الباشا حق الله وقف معايا. غوت المقدم ديك الساعة قال له المقدم ديال هذا. غير بغيت نقول لك بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. نعم غتعاود لنا الحاج شنو هو المشكل اللي عندك دابا؟ المشكل اللي عندي هما هادو اللي تيحفروا القبور، دفنوا واحد في بلاصة با في القبر دبا، وبا مدفون 34 سنة من 1987. وهاد البلاد المنطقة كلها نتاع الناس القدام نتاع الثمانينات، وهانتوما تشوفوا التراب كله مقلب، كل شيء هادو راهم مقلبين، حتى واحد ما قدر يقول شي حاجة. ولكن أنا ما قدرتش منين لقيت دافنين في القبر دبا فوق با ما قدرتش نصبر. وكذلك فاش تكلمت وليت واللي قالوا لي انت كذا كذا، انت راك باسل، انت من دوك الناس اللي وقدام المقدم. قلت له اسمع شهادة سعادة المقدم، شو واش يقول؟ قال لك هي شنو دابا الاجراءات اللي درتهم؟ الاجراءات اللي درت من بعد ما لقيتهم، لقيت داك الشيء، مشيت عند سعادة الباشا، وسعادة الباشا صيفط معايا المقدم ديك الساعة نيت، وجا معايا المقدم. وكما قلت لك المقدم منين جا، قلت لك راه قال لي انت من دوك الباسلين ومن دوك الناس اللي تدار هكا يدي هكا زعما دوك اصحاب القرطاس. قلت له سعادة المقدم. ومن بعد ما رجعت عند سعادة الباشا قالوا لي دير شكايه وحنا نقوموا بالاجراءات. ولكن من نهار 17/8
الى الان مازال ما كاين والو. مشيت للباشاويه قالوا لي راه صيفطناها للبلديه، والبلديه هذه نهار الجمعه نهار الخميس مشيت لعندهم، مشيت عند المدير قال لي يا ودي راه كاين شي حاجه نصوبوها ولا كاين شي خصنا تورينا. قلت له ودي با راه دفنوا فوقه. قال لك احنا ما سحبناش هكا. ايه ونسيت واحد الكلمه ما قلتهاش الاخ، قال لي نهار الثلاثاء غادي تعين الرئيس واجي نصيفطوا معك التقني. الشهر هذا ما كاين حتى شي حاجه. ومن بعد اتجهت للمحكمه، اتجهت للمحامي، والمحامي قلت له بغيت معاينه، ودار لي معاينه وجا العون وجيت معاه وبقينا تنوريه، وجا الاخر تيبرزط فينا. حتى قال له العون قال له واش انت غادي توريه قبر با؟ قال لك ها قبر باك ها هو ها هو. وانا معلمو بهذا التغيور هذا هنا في جنب. الا بغيتي معلمو. نعم نعم. وانا انا ما بغيتش نبني على با. انا ماشي ما عنديش الفلوس ولا ما لا لا، واحد الكلمه نسيتها حول ولا. نعم. فمنين جيت في شهر سميتو، فمنين جيت قبل العيد جيت لهنايا جبتو، قلت له تبني لي القبر ديال با. قال لي 10000 ريال، جيب 10000 ريال ونبني لك. وعندي القبر ديال امي اللي هي ما نبنيش. قال لي جيب 10000. ونهار اللي جيت لقيتهم تيدفنوا، احنا لحقين لقيتهم تيدفنوا، قال لك جيب 10000 ونبنيوه. ومن بعد اتجهت للمحامي، والمحامي مشى عند الوكيل عند رئيس المحكمه وعين لي المعاينه. ومن بعد المعاينه ردها المحامي، ردها لعند رئيس المحكمه مع الوكيل العام، واعطاوه التسريح وجا وقال له هاك هذه الدعوه هذه من عند الوكيل العام الى الكوميسي ديال الكوميساريه، لحقاش بصيفتي انا قاطين فرنسا، انا ساكن فرنسا، كاين فرنسا ولكن تنمشي ونجي الحمد لله. والحمد لله استقبلوني الكوميساريه، استقبلتني مزيان، ولو كانت الجمعه وبعد الصلاه مع الثلاثه هكاك بقاو معايا حتى الخمسه د العشيه. الحمد لله استقبلوني واحد استقبال كبير مزيان، وتصنتوا ليا وانا تنطلب الحقوق، تنطلب العدل، تنطلب هاد الناس هادو اللي داروا هاد الاجرام هذا، لا هادوك اللي حفروا ولا اللي مسؤولين على هادوك. وكذلك قالوا كاينه واحد الجمعيه ولكن ما نعرف اللي مسؤول، حتى البلديه الا كانت عندها شي حاجه في هاد المسؤوليه انا راه تندعيها. دابا المطلب ديالك شنو هو؟ المطلب ديالي اللي عبد الله عطاه هاد المساكن هادو اللي دفنوا، شنو الذنب ديالهم؟ دفنوه فوق با. ولكن دابا مثلا ولو يقول لك نحيدوه كذا، لا انا ما نقبلش، انا ما قبلتش با يتأدى، ولكن ما نقبلش هادو يتأدوا كذلك. ولكن المطلب ديالي هي في المغرب كامل ما يتأداش، ما مازالش يتأدى شي واحد بحال هاد الشيء اللي داروا، وهانتوما تتشوفوا على عينكم. وكيفاش الاحساس ديالك دابا انك وقع لك هاد الواقعه؟ الاحساس ديالي ما ما ما, ما 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 عمري كنت نحلم، ما عمري كنت نحلم ولا تنخمم تنفكر بالله يدفنوه فوق با. عيات فيا الاهل ديالي وعياو فيا بعض الناس، دير غير كذا. لا قلت لها ما كاينلهاش الحمد لله، راه باين بلاد مسلمه بلاد امينه، الموتى عندهم الحرمه ديالهم. ولكن منين طرا لي هذا الشيء صراحه. شنو التقييم ديالك لهذه المقبره بحال دابا؟ تقييم ما اش نقول لك، ما كاين ما اللي شافها في الحقيقه ما يعجبوش الحال. ما هذا ما كاين، ما عمرهاش انا في شي بلاد ولا في شي دوله ولا الحمد لله احنا شفنا بزاف ديال المقبرات في بزاف ديال البلدان وحتى في بلادنا هنايا. ولكن اخويا هذا ويسلان، هذا لا اله الا الله، انتم تشوفوا كل شيء على عينكم. شنو الدعوة اللي قصدي مع هذا الموتى والوالد ديالك؟ اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم بدل سيئتهم بالحسنات، اللهم بدل سيئتهم، اللهم اهدينا واهدي بنا واهدي الناس اجمعين، اللهم كونوا محسنين فزد محسنهم، وكونوا من سيئين نقص من سيئتهم،
وهذوك الناس اللي داروا هذا الله يهديهم الله يهديهم، ولكن تنطلب العدل.